ما سيأتي التعديل عبر أليكسيس سانشيز في الدقيقة 50 بلمسة رأسية ممتازة يغالة موسليرا، التعديل هدف لهدف. ويطلع الكرة لركلة ركنية هي الثالثة في اللقاء للاتسيو اللي بيحاول مرة ثانية أنه يتقدم. 1-1 النتيجة بعد 5 دقائق من الشوط الثاني. وبيافا وبيافا أمامنا في هذه اللقطة لم يهنأ بالتعادل إلا دقيقة واحدة فقط أمامنا اللاعب أليكسيس سانشيز وفرصة اللاعب ديناتالي لاعب هداف، ولكن موزيليرا أمامنا، موزيليرا ينقذ هدف بدفاع. شوف حضراتكم كان مغطي بشكل قاطع، يعني طارق الراجل ديناتالي وداخل في العمق، وهنا أمامنا المحاولة والإنقاذ رائع رائع هاندانوفيتش بالقدم على غرار ما يصنع حراس مرمى كرة اليد، لأن ليس هناك حل مع كرة زالاتي. وادي كرة أخرى صد ليها ببراعة الحقيقة حارس المرمى، بارع فيها جدا الحارس هاندانوفيتش. وادي كرة من اللاعب متزلم ولكن تطلع. عاد لاتسيو السيطرة مرة ثانية، الشوط الثاني بدأ بضغط من أودينيزي، ولكن عودة هنا فريق نادي لاتسيو والكرة تطلع إلى خارج الملعب والراية من المساعد ومطالب. ادي امامنا بنتابع، ادي كرة من اللاعب يزلى رأسية، ادي بوسيليرا، ادي بوسيليرا الحقيقي امامنا. ودي كيتي كرة ملعوبة على القائم الأول، ولكن أمامنا الكرة تعود ومش ممكن يا زاراتي، مش ممكن يا زاراتي، هذه الفرصة. أدي أمامنا زاراتي الأرجنتيني النجم لهذا الفريق، فريق لاتسيو. أدي أمامنا زاراتي أولى من جانب فريق نادي لاتسيو، رأسية كرة يلعبها براسه ويلمسها، حول مسار الكرة أمامنا هنا في هذه اللقب الأيسر المدافع الروماني. ادي امامنا هنا الاستلام على طول، يعدي هرنانز، هل يعيد لاتسيو للتقدم؟ هرنانز المره دي باليمين، هرنانز غار اتجاهه، ويا سلام يا هاندانوفيتش. ادي امامنا هرنانز، هل هرنانز يعيد فريق لاتسيو للتقدم؟ كره تغير اتجاهها هنا في كودا، وامامنا الحارس المتالق وفرصه كبيره أليكسيس سانشيز، ومتقدم هنا اللاعب المدافع زاباتا، زاباتا وزاباتا يلعبها المره دي الى ديناتالي، وديناتالي يلعبها في المرمى لكن سهله موسيليرا. ادي امامنا زاباتا، هو هنا اراد ان يعطي من يستطيع ان يسجل، وشوف لاعبي اودينيزي يعني في وسط الملعب، وكره للفريق لاتسيو. مباراه ممتعه، هجمه هنا وهجمه هنا وفرصه ضايعه واستلام من ماوري وتسديده، وهاندانوفيتش يتالق في كره كان من الممكن ان تكون بشكل افضل. اهلا في ايد حارس المرمى وكره الى اللاعب ماوري، وتصدي رائع من المتالق دائما في هذه المباراه سمير هاندانوفيتش. كره من هرنانز وقبلها يعني كنا بنشوف اعاده لكره ماوري. وادي امامنا كره اللاعب ديناتالي، يعني الثلاث فرص دفاع ومع اللاعب ايضا المميز في الدفاع هنا اللاعب روكي، ولكن يتدخل هنا بتغطيه رائعه مهدي بن عطيه، كاد ان يسجل روكي والراسيه المره دي من جانب اللاعب كوزاك، ولكن تطلع الى مفتاح هجومي مهم قوي لشتشتاينر. امامنا السويسري في هذه اللقطه يلف كره عرضيه لكن تغير اتجاهها، والسلام يا سلام يا هاندانوفيتش، كل الاختبارات الصعبه بينجح فيها هاندانوفيتش باقتدار في هذه اللقطه. ادي امامنا كره لشتشتاينر، اضع فرصه كبيره امامنا هرنانز، يسدد هرنانز ولكن كرة تطلع إلى خارج الملعب. أدي البرازيلي هرنانز، كرة من اللاعب ديلات المدرب جدولين، تمريرات يعني تغييرات مميزة، جول لبور كوزاك أمامنا، رد على كل من استهجن نزوله مكان اللاعب زاراتي. إذن التعادل وضمان أودينيزي نقطة. وأدي أمامنا هنا تمريرة للاعب توماس روكي أحد نجوم هذه المباراة، يلعب كورة على طول استلام، ضيع بقى ما تضيعش خلاص الأمور خلصت. أدي أمامنا كوزاكي ضيع فرصة جديدة.